يعني ربعي انا احب اتعلم منهم سواء صغار ولا كبار، بس كخط معين لا ما ادري، يعني ما احس ان انا ماخذ خط معين. لا احنا نشوفك يعني حتى اختيارك، انا امس يعني قاعد تقرا بالجرايد والمجلات يعني مقالاتك، فشفت انه ما شاء الله عليك حتى لما انت بتتخذ اي قرار اي سيناريو تبي تدش فيه نشوفك مقل. ليش مو اي واحد اللي تدش تجازف فيه؟ نفس ما انت اعترفت حق الكوميديا، انا ما بدش شيء خليتني الحين اطق رصيف. نفس الكوميديا لما سالوه قالوا لك ليش ما تدش بالكوميديا؟ اعترفت قلت ان انا احس ان دمي ثقيل او انا ثقيل على الشاشه. في شيء هذا هني، هذه انا يعني تناجرت فيها الصحفي. ما انا شفناك بكريمو. انا ما قلت انا دمي ثقيل، ماكو احد بالدنيا يقول انا دمي ثقيل، شيء طبيعي. اوكي. انا قلت له ما ابي اطلع بعمل كوميدي والاعمال عندنا النصوص الكوميديه ضعيفه بشكل عام. صح. مو نصوص قويه. فما ابي اطلع بعمل كوميدي ويطلع دمي ثقيل والناس ما تبلاني، ويطلع دمي ثقيل. اي الناس يعني يطلع مو مكتوب، في عندك قله ناس تكتب بالنصوص الكوميديه. صعب الكوميدي مو شيء سهل، بالذات الكوميديا يعني انا بالنسبه لي مقبره الكوميديا، اذا مو صح راح تطيح فيها. ما تقول لا دراما لا تراجيدي راح يحبونك، لا بعدين رومانسي راح يحبونك، لا اكشن ولا شيء، لان انت خلاص صار دمك ثقيل عند الناس. صح. ما راح يبلعون. زين على قولتك احنا طلعنا رصيف كبير. احنا كنا اول شيء بنتكلم عن بدايتك، بدايتك وين كانت، شلون صارت؟ يعني احنا ندري ان انت كنت يعني تمثيل انك هوايه مو اساسا يعني ان تبيها، يعني بس انها هوايه، مجرد هوايه ومشت وياك نميتها اكثر. كنت اول شيء تدرس بجامعه الكويت، كنت طالب، هديت جامعه الكويت عشان تتفرق حق التمثيل. نرجع بعد قبل شويه، انا كنت طالب طب سنه اولى في اسكتلندا. اوكي. كنت العاشر على الكويتيين في السنه اللي انا تخرجت فيها. ما شاء الله. بعدين قلت حق ابوي ما راح اقدر، انا مو حاب الطب يعني، انا غصب يعني ما بيصير دكتور، غصب نفس النسبه. لا غصب افتكيت من الثانويه، يعني كانت دراسه الحمد لله يعني كنت ادرس، قلت له راح اروح سنه سياحه وارجع. رحت اكتسبت لغه، يعني اللي استفدت منه ان انا اخذت لغه انجليزيه قويه الحمد لله. وديت الكويت كان ادرس بايو كيمستري، علوم بيولوجيه، كليه العلوم. قعدت ادرس طبعا، وعمي هناك دكتور وكذي، فانه هذا المجال كمل فيه وانا مو حابه. اوكي. بالخش والدس كان احول كليه الاداب قسم الاعلام. اوكي. والله كذي اوكي الحين ماشيين. اوكي يلا. لان انا كان ببالي يعني الاعلام مو التلفزيون، يعني ما كنت حاط ببالي تمثيل نهائيا، ولا كان ببالي الاخراج، يعني شيء في الميديا، يعني ودي ادش شيء بالميديا بس مو تمثيل. ايوه الماس كوميونيكيشن، اي شيء بهالامور هذه كنت حابها انا. اوكي. دخلت الاداب بالصدفه، كان يقولوا لي مسرح الجامعه، انا هم مو حاب التمثيل يعني نهائيا، ما يعني كنت اضحك عليهم مع احترامي لهم يعني اقول شنو اروح اقعد اقول ايتها الشمس وما ادري شنو. الله شكسبير كذي فجاه. وتعال مسرح الجامعه، رحت مسرح الجامعه، المخرج طرد واحد ما ادري شنو، كان يقول لي تكفى وباقي 10 ايام مثل ما مثل، بس انا ما امثل. كان يقول لي زين اقرا، قريت اللغه العربيه، قال لي زين عندك تكفى ويا معود 10 ايام ما حد راح يشوفك. قلت له زين يلا. وكان رفيجي يعني وياي، رفيجي هذا الحين اقول لك منو، عبد الله التركماني الممثل. وجه له تحيه طبعا. عبد الله التركماني انا التقيت فيه بالجامعه، كان جاي لنا حق اقامه وسط الديمقراطي، وجه لك احلى تحيه. مع ان عبد الله ترى ما كان وسط، ما كان يحب الوسط، كنت انا وسط وهو ضد. بعدين صار وسط. دشيت المسرحيه، اشتغلت يوم اعلان الجوائز، كان مهرجان المحلي حق الكويت. يوم اعلان الجوائز انا برا قاعد ادخن سجاير، اعطوك جائزه، لابس شورت تيشيرت ومالي خلق جامعي، كان اسمع احد يقول جائزه افضل ممثل واعد فنان عبد الله بهمن، وانا قاعد برا، عمره ما حد ناداني فنان. قاعد ادخن انا والشباب، يلا منو انت؟ من صدقكم؟ اي روح. كان اصعد المسرح شورت وخذيت جائزه. شنو اللي خلاني اكمل؟ ان ثاني يوم قعدت كان القى صورتي في الجريده. مني راح اصير مشهور. لا حسيت الجريده الحين عندي على فكره نفسها. اي مني حبيت المجال، قمت اشتغل مسرح، ادمنت، صار تمثيل بدمي ما اقدر. يعني كان ابوي معارض الله يرحمه، انه اطلع 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 لا ما تكمل، يا يبا تكفى بس الجامعه الله يخليك وما ادري شنو. شي يقول لي خلاص بس مسرح الجامعه وكذي، غيره ماكو. اوكي. هم بالخشب الدس كان ام طلال تاخذني تلفزيون، الفنان القدير سعاد عبد الله، اوجه له طبعا اكبر تحيه. شافتني قالت لي انا ابيك وياي وكذي وعمل، وعطتني دور بطل، كان في مسلسل شاهين مع محمد دحرم. هم بالخشب الدس كان اشتغل، صورت باقي على رمضان ثلاث ايام، كان اقول لهم ترى انا مثلت بالتلفزيون وعندي مسلسلين شاهين وعسل. كل يوم تصعب اهلك شوي شوي، كل يوم طبعا ابوي ثارت ثائره ابوي يعني عصب الله يرحمه وكذي. بس بعدين قاعد طالع طبعا عصب ما يكلمني، انت ما تستحي وتقص علي وما ادري شنو. يوم طالع التلفزيون شايدي قال لي انزل ابيك، نزلت
شيء يقول لي والله تعرف تمثل يطلع منك مشت معي بعدين الحمد لله قام يقرا وياي نصوف كذي طالع انه حلو هذا لا تختاره وهذا ما ادري شنو والحمد لله هذا اليوم قاعد امثل وياه يعني صار الموضوع كم سبع سنين ثمان سنين انزين عبد الله في طريقه اختيارك للدور انزين هذا الدور اللي تختاره دائما تحب انه يكون قريب من شخصيتك ولا دور للحين اخترته كان قريب من شخصيتك ولا دور خذيته قريب من شخصيتك في شيء يعني في ذره من يمكن يكون في ملامح مثل اي دور اللي كان فيه ملامح الاسرار خيوط كان في الامارات صورته دور محمد هذه الشخصيه انا وايد احبها شخصيه فيصل في عرس الدم وايد انا حبيتها هم دكتور محمد في عمر الشقه مع ام سوزان حبيتها يعني انا ترى احب كل الشخصيات اللي خذيتها حتى زوار الخميس حتى شخصيه شريره هم حبيتها انا على فكره من الناس اللي يستمتعون بالادوار هذه شريره لما ادش يعني الحين انا جايكم من اللوكيشن دوري وايد حقير وايد هذا اللي كنت ابي اقول لك اياه دورك بزوار الخميس كان جدا بشع بشع الدور انت كذي اتقن دوره إن في ناس قالوا لي احنا ما حبيناك فانا كان ردي يعني هو انا سويته مو عشان هذا تكرهوني نجاح. هذا نجاح انا سويته عشان تكرهونه ايه يعني هو مو انا بس الناس هدته وكرهتني انا معناته وصلت بالضبط يعني حتى انا لما كنت اطالع كنت اقول بشنو كان يفكر لما نلقى هالدور اليوم انا سالتهم قلت لك بالغرفه قبل لا نيجي بالمكتب قلت لها انا اول سؤال بساله اياه قبل لا يسوي هالدور ما فكر ايش كثر الناس ممكن تكرهه ايش كثر الناس ممكن تحقد عليه بس هذا نجاح يعني بالدور. كشخصك يا عبد الله مو كدور نفسه يعني الناس للحين ما تفصل بين الكويت عندنا هني بالكويت في مفهوم ما ادري شلون صاير بعقول الناس انه انا لما اطلع بشخصيه مو حلوه يطلعوني ان انا كذي يعني ما في للحين ايه ما يقولون لا هذا ممثل هذا دور مثله بس هو بالواقع اكيد انا اقول لك سالفه بالدور لم يا طارق في مشهد اعطيها المفتاح بالسيارة أقول لها هذا مفتاح شقتي وما أدري شنو بزوار الخميس. يوم أعطيتها المفتاح كان وجهي حقير يعني بالكاميرا إنه مبين إنه واحد نذل. الرياكشن. كانت تقول ستوب وتقط المفتاح وتقول لهم وخروا ما أبي أحد. جيت بنزل مع الناس أنا عادي. لمياء أنا علاقتي فيها جدا قوية يعني أنا وياها حيل أصدقاء. كانت تقول لي أنت أقعد بالسيارة ناطرين الكاميرات جاهزة ولا قاعد تبكي؟ أوف. كان أقول لها لمياء إيش فيك؟ تقول لي انت صدق قاعد تطالعني كذي؟ قلت انت ايش فيك غبيه؟ انا قاعد امثل الناس يقولون هذا انت ممثله يعني تقول لي لا تطالعني كذي قلت لها زين ربع يعني وانت تدرين انا يعني وايد اعزك واحترمك وكذي بس هذا تمثيل ما له علاقه باللي انت قاعد تفكرين فيه بس هذا انه انا دليل ان انا قاعد ادي الدور صافت هي صافت عمالها صدق قامت تبكي اكيد ما شاء الله شفناك يعني انا احس ان ذروه عبد الله بهمن ب 2009 شفناك بايد أعمال يعني منها عمر الشقة والأسرار الخيوط قبائل الشرق قلوب للإيجار الأصباط رصاصة رحمة ووايد يعني شفناك انتشرت على الوطن العربي كله بهذا يعني 2009 الفترة اللي طافت أو رمضان اللي طاف شفناك مقل يعني ما شفنا حضورك نفس 2009 ليش هل الأعمال اللي قاعد تجي لك نفس ما قلت أنت يعني مو اللي ببالك خليني أقول لك شيء يمكن صح 2009 كانت هي أكثر نسبة أعمال أنا سويت صح بس يعني كان في انا عندي مراحل يعني او خطه انا ماشي عليها. اوكي. كان 2009 بالنسبه لي خطه انه لازم اشتغل مو اي عمل يجيني بس اشتغل جميع الاعمال الزينه اللي راح تجيني. باي طريقه اي طريقه كانت اي طريقه تنسيق احاول اسوي حتى لدرجه ان انت قلوب للايجار صورتها بقطر. كنت قاعد اصور كان بقطر. من ابرز الاعمال لك صراحه. كنت قاعد اصور بقطر بنفس الوقت بالفجيره بالامارات وبلبنان. في ايام تجيني يعني يوم هني يوم هني يوم هني وارجع يوم هني يوم هني يوم هني وارجع كذي. فالسنه هذه كانت بالنسبه لي انتشار كخطه. حطيت سنه 2010 اللي هي زواره خميس يمكن اشتغلت في عملين يعني عجبوني للامانه لكن العملين ما اخذوا صيت ما ضربوا غير الله والاعمال اللي دخلت فيها كضيف شرف مثل كريمه وزواره خميس هم نجحوا. ما شاء الله. السنه هذه كان اختياري وايد دقيق. يعني ما كنت ابي اي شيء وكنت مركز وايد بالحسن الحسين. سمعنا عن انت كنت الوحيد خليجي صح؟ اي حاكنا على المسلسل، انا شفته يعني كذا مره لان كنت انطر المسلسل عقبه بس ما يعني ما دخلت بس ادري تنطر المسلسل تنطر المسلسل لا لا يعني جامليني لحظه لا شوف احنا عندنا برنامج اسمه واقعيه يعني كنت اسمع الحسن والحسين الحسن حتى استغفر الله كنت اقول حق امي شنو المسلسل اسم المسلسل حسن والحسين استغفر الله حرام شلون يتحجون عن ايام قبل هي مو حرام قاعد يقولوا لي لا يا الغبيه اسم المسلسل عادي قاعد يتحجون عن مسلسل تاريخ وانا اقول ايش فيهم ما اعرف ايش فيهم هذول يتحجون عن حسن والحسين والرسول استغفر الله ما يصير يمثلون فيعني مسلسل لا اسم طلع بس انا ما تابعته بس اسمه انشهر
وإنه في عبد الله بهمن أنا باللبس فنان خليجي أنا باللبس الوحيد. اللي صار عليه الضجة الكبيرة اللي صارت من الجالية الشيعية وطبعا حتى ممكن من إخوان السنة بعض هم شوية قاموا يتكلمون شنو سالفة اللبس اللي صارت؟ طبعا خليني أقول لك شيء أنا يعني قلت قبل هالمرة أنا مو رجل دين أنا فنان أنا أقدم فن رسالة وإنشي. عندك رسالة إيه؟ فيما يخص الدين في رجال دين يتكلمون بالموضوع كانوا يقولوا لي حلال ولا حرام وانت من مذهب الشيعي ولا انت من مذهب السني ولا انا هذا كله ما يخصني هذه الامور الدينيه احطها على جنب واشتغل بالفن اللي انا فيه يعني موضوع ان حلال ولا حرام انا هذا شيء ما له علاقه بالشيء انا متاكد مليون بالميه انه مو حرام كقناعه شخصيه وايماني برب العالمين وانا قاعد اجسد شخصيتين المفروض ان هما يعني من ابرز الشخصيات اللي موجوده في العالم يعني سيدي شباب اهل الجنه هذا اللي وصفهم فيه الرسول صلى الله عليه وسلم لما انا اجسد هالشخصيتين واوري الناس مكارمهم وحسن خلقهم وطيبتهم وتصرفاتهم وحياتهم بصوره زينه معناته انا بيوصل حق الناس ان هذول زينين هذا مو شيء غلط هذا شيء صح هذا صالح الجالية الشيعية فيما يخص الخلافات حتى الكاتب شال الخلافات اللي بالنص وحاول يعدل العمل بحيث انه يطلع بصوره بدون خلافات بدون يعني ما تزعل لا إيه؟ الشيعية ايوه في ناس قالوا لا انتم شلتوا الحقائق احنا ما شلنا اي حقيقه هذا التاريخ احنا بس عشان ما نثير الفتنه بس انا عشان ما اثير الفتنه هذه نعره اذا اثرت النعره الطائفيه انا في مجتمعنا الحين وخصوصا المجتمع كان حامي ممكن نزل بوقت غلط انا اقول راح اسبب مشاكل انا في غنى عنها بس فيما يخص العمل لا انا استمتعت فيه العمل مع سلوم حداد العمل مع رشيد عساف مع تاج حيدر لين صوارنا اسامي اكثر منها يعني ماكو يعني في اسامي غلجه للاسف ما حفظتها يعني بس فنانين صراحه نجوم من الاردن وسوريا الاردن وسوريا لبنان من المغرب هشام بهلول من تونس ويعني من حسن حظك ان انت الخليجي الوحيد اي فيت من صالحي وانا عموما اشتغلت العمل عشان الضجه في البدايه انا كنت حاط ببالي انه ما راح يعرض بس كنت ابي استغل الضجه اللي راح يسويها كان في معك بحريني او سعودي؟ ما كان لا كان مو كاتب كان في واحد من 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 الازهر اعتقد هو بحريني او سعودي كان موجود متابع معنا على طول بتعديل النص كان في من كل طائفه شخص موجود عشان يعدل على النص المسلسل علمني كيف انساك كان دورك جميل انت والفنان خالد امين طافك رمضان سوينا فيكم على المسلسل يعني كانوا متابعين لك هني ببرنامج جاذرين كانوا يتابعون المسلسل هذا صراحه مسلسل حلو هم بقول لك شيء يعني هم ما حد يدري فيه، العمل هذا ما كان حق رمضان. كان حق قبل رمضان او بعد رمضان. هذه الحسبه. وكنت خايف لانه كان اساسا 2010 اي لا هو كل الاعمال اللي تصورت حق 2011 ب 2010 2010 كلها تصورت لان انا سمعت ان هدى حسين قالت ان اساسا هذا العمل ما كان المفروض انه ينزل. لا احنا دخلنا التصوير ب 2011 واحد 10/1 دخلنا التصوير. بس العمل مو حق رمضان كان. صورنا ومشى العمل على اساس انه قبل رمضان او بعد رمضان راح ينزل وكنت خايف قاعد اقول بقلبي انه ما عندي الا الحسن حسين برمضان وهذه الاعمال لها يعني جمهورها نوعي مو كل الناس تشوفها صح قله اللي بيشوفونه مسلسل تاريخي فكنت خايف كان يقول لي باسم عبد الامير الله يمسيه عليه بالخير قال لي عبيد ترى المسلسل راح ينعرض برمضان صدق قلت له زين من حسن حظي لانه ما عندي جاي يقول لي اوكي مع ان انا كنت في بكريم ورجع ترى على فكره انعرض من العمل بس ما قدرت لان السفر حسن حسين كان بالمغرب وتونس ولبنان والاردن تصويره وسنه كامله قاعد اصور سنه وشويه قاعد اصور فتعبت ما راح اقدر اصور هني بالكويت ولا شيء صادف صورت هذا انعرض العمل برمضان وشايله من الحسبه انا نهائيا قلت دبي برمضان مو مشاهده مثل ام بي سي الوطن مثل في قنوات معينه هي المشاهده الحين هو قاعد ينعرض على ام بي سي اي في قنوات مو مشاهده برمضان بهالقوه صح انعرض المسلسل اول اسبوع ثاني اسبوع اسمع الناس تسولف انا مو قاعد اشوفك كلش ثالث اسبوع خلص رمضان الناس كلها تسولف علمني كيف انساك علمني كيف انساك اي تفاجات بعدين والله ان العمل نجح يعني اخذ صيت وضرب وسوى شغل صح كان لا ما كنت حاطه في حسبتي يعني بس الحمد لله يطلع لي سبحان الله هي تي على يعني بالصدفه ما شاء الله بالصدفه حلوه انا من ساعه بالبدايه لما لاحظت فيك قلت ان انت يعني من الشباب المميزين ليش اقول مميزين راح ندش بس في معلومه الحين بقولها ان شفناك باشياء يعني اللي هي اللغه الفصحى وما شاء الله عليك انت ككويتي تتقن اللغه الفصحى بحت احنا خليجيين نقدر نتقنها والسوريين يقدرون يتقنونها فكفي لك يعني عمل بلقيس وقبائل الشرق شفناك فيهم هم تتقن اللغه الفصحى كشاب يعني توك يعني بالفن يعني من الناس اللي يدرت قصدي انك تتجه بهذا الخط وتمثله هذا هو التميز بحد ذاته فشنو شعورك وانت قاعد تمثل باللغه الفصحى هو قبائل الشرق بدوي بلقيس كان فصحى صح انا احب اللغه العربيه الفصحى وايد وانا وايد يعني اعتز فيها
انا فيني من داخل وايد عروبه وطنيه، يعني في اشياء